يعني اكيد برضو تابعت رامي السبيعي البطل العالمي المصري طبعاً، يمكن في الانترو رامي. كان دايما بيج رامي طبعا. بندي مثال استاذ عصام، ودايما انت بتقول ان مصر دايما ولاده وعندها نجوم على مستوى والله. عالمي الاثنين، وقارنته بصلاح، والاثنين خارجين من اسر متوسطه في عمق مصر، من زي ما بيقولوا من ادغال مصر، بيطلع لنا نموذج عالمي زي محمد صلاح ورامي وبيج رامي. طبعا يا كابتن، القمح بيطلع من الغيط، يعني هو ده الكلام، يعني من طين البلد دي رموز كبيره جدا في كل منها. هو من يحكم العاصمه اصلا؟ يعني ما هو اهل الاقاليم. العاصمه هي فاترينا كابتن في كل العصور وفي كل الحضارات، يعني العاصمه فقط هي فاترينا يعني. لكن ده يعني ده ارض طيبه، يعني ارض مصر بصعيدها ووجهها البحري وصحراواتها سيناء وصحرائنا حيث مطروح والسلوم. لا، دي حدود مصر. لكن سبحان الله هناك مواهب، هناك دائما يعني بلد عبرها كل الانبياء والرسل يا اخي، ولهم ارحام ولهم يعني نسايب وحبايب. لا، بلد فيها كل الاديان، بلد فيها كل ما يمكن ان يكون حضاره وعلم، ويكون ايضا دلاله المستقبل وحاضر اهو. الناس بتحاول قدر المستطاع، واعتقد ان احنا يعني في العقود السابقه ان شاء الله ما يقعدش تاني ضبابيه المشاهد، واحنا فعلا من 2013 عنوان مصر الجديده ملحه على الجميع. وبالتالي كابتن، لا لازم نقول ان بيج رامي ده واحد من علاماتنا المضيئه اللي عمال ربنا سبحانه وتعالى بتعبنا وتعب هذه الاسره المتوسطه وهذا البطل ان يهبنا دائما علامات وحاجات انه احنا نقدر ان احنا في وسط العالم رقم في المعادله يا كابتن هاني. ودايما بنقول ان عند نموذج دايما الشباب اللي طالع، يمكن حضرتك عارف يعني، يمكن الفترات الاخيره نبدا مثلا من 2010 او قبلها بشويه مرورا، يمكن السوشيال ميديا والجيل اللي طالع شويه لازم الناس بتقول يفتقد الاكزامبل، يفتقد القدوه، نموذج صحيح. النموذج، فاحنا بنقدم، وده دورنا ان احنا بنقدم النماذج ديت زي رامي، زي محمد صلاح، زي كمان لعبتنا المحترفه. لكن النموذج اللي بيوصل للعالميه دوت دايما بنشيد بيه وبنحطه في العالي علشان الولاد يبصوا ويتعلموا ان الوصول دوت لا، ده من رحم المعاناه الكبيره جدا اللي عانوها، والمشوار الطويل والاصرار والايمان كمان بالعمل والشغل على النفس، هو ده اللي هيوصلك لاعلى المراتب يعني. ما هو ده الفرق في استخدام السوشيال، هل يستخدمها اللي بيزكي الروح ده؟ هل يستخدمها نجوم عايزين يبعثوا برساله انه لابد من ان تعطي وتعطي، وانك ما تفقدش الامل، وان كل يوم بيعدي عليك له صباح، عليك ان تشقى في هذا الصباح ثم تحاول مجددا، لا تقطع الامل بينك وبين اي نجاح ما دمت تدفع صحيح. يعني ضربته، وبين استخدامات أخرى بقى للتمييز، واستخدامات أخرى لإشعال فتنة، واستخدامات أخرى لكسب مشاهدات وحاجات. أعتقد ده دور بائس قوي للبعض، يعني من اللي يعني للأسف ممكن نقول كانوا نجوم. إنما في الآخر كل هذه الوسائل الحديثة يجب أن تسخر لده. النهاردة العالم كله بيتفرج على بيج رامي، يعني شاءت الصدفة وأنا جاي من الشيخ زايد ورايح على المؤسسة، لأن رايح عندي شفت متأخر شوية، إن ألاقيه في باص اللي هو المكشوف، والناس أصلا على الجانب العكسي للباص بتهدي عشان ترفع إيديها. وشفت مشاهد في الميكروباص، والله لأنه الطريق ماشي بالراحة، ست قعدت تزق بنوتة صغيرة أعتقد إنها جدتها مش أمها عشان تشاور لها، ربما هي حتى ما تكونش واخدة بالها الناس الطيبين اللي انت بتقول عليهم هو ايه بالظبط، لكن هي حست ان هناك وطن يكرم نجم ساطع. وهو الراجل قال وببساطته الشديدة الحقيقة ازاي رفض جنسيات، وازاي لم يهب يعني من تهديدات وتهديدات لأسرته على خلفية الهوية عربي وأفريقي صحيح. وكذا، لكنه في الآخر خد بالأسباب وقدر يبقى بيج رامي. لا، مستر اولمبيا حاجه مش سهله، طول عمرنا عندنا ابطال في كمال اجسام، لكن مستر اولمبيا عامله زي الماسترز كده يعني، على المستوى الاحترافي اللي بيقهروا يعني ما بعد ان تقهر جسدك نفسه يعني. يمكن هو بيحقق معادله كان حققها الراجل اللي بقى نجم سينما ارنولد شوارزنجر قبل كده، اللي هو لو حبوا يخلوه يضحك يمكن يخسسوا له عضلات وشه شويه عشان الناس تعرف يعني ايه مستر اولمبيا يعني. لان احنا عندنا ابطال
من عشرينات وثلاثينات القرن الماضي في كمال أجسام. صحيح. إنما على هذا المستوى بتحتاج بقى إيه اللي هو الإكسترا جهد يعني. صحيح صحيح. ده نخرج أكيد بيه من نماذج ناجحة إن شاء الله ولادنا يشوفوها ويعني يحتزوا بيها إن شاء الله في مستقبلهم.